صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. رحب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم حكيم زياش باللاعبين الجدد في المنتخب الوطني خلال حفل أقيم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا بمناسبة عيد ميلاده 31. وفي كلمة له بالمناسبة ألقاها أمام زملائه من اللاعبين والأطر التقنية، تمنى زياش حظا موفقا لأسود الأطلس نهاية الأسبوع وتحقيق الفوز أمام المنتخب الأنغولي في مباراة ودية ستجمع المنتخبين يوم الجمعة 22 مارس 2024 في ملعب أكادير الكبير. واحتفى جميع أعضاء المنتخب الوطني المغربي من لاعبين وطاقم تقني وطب وإداري الثلاثاء 19 مارس بعيد ميلاد حكيم زياش اللاعب الدولي المغربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.